قال وزير الري والطاقة الإثيوبي إن مراحل بناء سد النهضة مستمرة كما هو مقرر لها، وأضاف في تغريدة على موقع تويتر أنه تم عقد اجتماع للمقاولين والاستشاريين ومجلس إدارة سد النهضة في موقع البناء، وأن الدعم الإثيوبي من الداخل والخارج وصل ذروته. يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات أخرى للوزير الإثيوبي اتهم فيها مصر والسودان بعرقلة مفاوضات سد النهضة، كما أكد أنه لن تندلع حرب بسبب مياه النيل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. مفاوضات سد النهضة لا زالت شائكة وتشهد حالة من التوقف والغموض حول مدى استئنافها. اتهامات إثيوبية لمصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة، هذه آخر محطات المفاوضات المتعثرة. الاتهامات جاءت على لسان وزير الري الإثيوبي، والذي قال أنه بعدما تم التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن مقترحات خبراء الاتحاد الإفريقي انسحب السودان، وعندما تم التوافق مع السودان انسحبت مصر. وكانت الخارجية المصرية قد قالت إن الاجتماع السداسي الذي عقد في 10 من يناير كانون الثاني الجاري أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بالدائرة المفرغة من المباحثات الدائرة إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد. حدة الخلافات والتوتر بين الدول الثلاث اشتدت مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني في يوليو المقبل دون اتفاق. كما حذرت الحكومة السودانية من الملء الثاني لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق معها ومع مصر، وأكدت أن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة ملايين السودانيين، مشددة على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة. ويبقى الملف مفتوحا وسط أسئلة عن تأثير الانتقال المرتقب لرئاسة الاتحاد الإفريقي إلى الكونغو أو تأثير الإدارة الأمريكية الجديدة. ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ووكيل وزارة التموين سابقا. أهلا بك معايا دكتور نادر، وخلينا نبدأ من التصريحات اللي أنا قلتها. يعني إيه قراءتك للتصريحات الإثيوبية، سواء إن السد ماشي في الخريطة اللي تم الإعلان عنها، وإن إثيوبيا بتحصل على دعم لا مثيل له من الداخل والخارج وإلى آخرها من التصريحات عن خطة السد، أو أيضا ادعاء إن مصر وإن القاهرة إن مصر والسودان يعرقلان عملية المفاوضات؟ أهلا يا سلمى، مساء الخير على حضرتك. أهلا دكتور، مساء الورد. وانه الحقيقه هي تصريحات اثيوبيه معتاده في الهجوم دايما على مصر والسودان دون مبرر، والادعاء انه السودان بتنسحب مره ومصر بتنسحب مره. مصر ما انسحبتش ابدا من المباحثات، ثم ان مصر والسودان صالحهم في استئناف المفاوضات وليس في توقفها، وان كمان التوترات الحدوديه اليومين دول اللي بدات تستخدم فيها الاسلحه الثقيله على الحدود السودانيه الاثيوبيه، وتوترات عاليه واتهامات اثيوبيا لمصر بانها سبب في هذا الامور، واي شيء يحصل في اثيوبيا تبقى مصر هي السبب فيه. ده بيخلق توتر ونوع من عدم الثقه ما بين الاطراف اللي المفروض يوصلوا باتفاقيات. يعني احنا في الشهر القادم هنتم 6 سنوات منذ توقيع اعلان مبادئ الخرطوم في 15 مارس 2015، 6 سنوات من التفاوض المستمر، وقبلهم 4 سنوات اخرى من التفاوض لم يسفر على اي شيء. وهذا هو سبب تحفظ الجانب السوداني، انه احنا بندور في دائره مغلقه، اثيوبيا بتستنزف الوقت، كلما توصلنا الى اتفاق بشان نقطه معينه تاتي في المره القادمه وتلغيها، توصلنا الى مكتب استشاري يحدد سعه التخزين ونظام الملء ثم عادت اثيوبيا وطلبت استبعاد المكتب الاستشاري، توصلنا الى وسيط دولي وتوافقنا على امريكا والبنك الدولي ثم رفضت اثيوبيا وانسحبت من المفاوضات، ثم تدعي ان مصر والسودان هما اللتان تنسحبان من المفاوضات، وهذا غير صحيح. لكن بشكل عام كان في استجواب لوزير الخارجيه المصري في مجلس النواب هذا الاسبوع، واشار الى ان اثيوبيا بتتعمد استنزاف الوقت، وان مصر مصره
على التوصل الى اتفاق ملزم للجانب الاثيوبي وموقع عليه من الاطراف الثلاثه بنظام ملء وتشغيل السد وضمان حد ادنى من المياه النيل الازرق يتدفق من خلف السد سنويا. السودان اعلنت انها ترغب في منح صفات تفاوضيه للمفاوضين من الاتحاد الافريقي نعم يكونوا ملاحظين ومراقبين فقط. هي صممت ان الاتحاد الافريقي ممكن يقدم مقترحات، وايضا باقي المراقبين من الاتحاد الاوروبي ومن الولايات المتحده الامريكيه. طب وهنعتمد على كونغو في ده يا دكتور نادر ولا رايحين مجلس الامن؟ هي الكونغو هتتولى رسميا من يوم الاثنين 1 فبراير، تتولى جمهوريه الكونغو الديمقراطيه رئاسه الاتحاد الافريقي، وهي احد دول منابع النيل، وبالتالي هي على درايه كامله بما يحدث ومشاركه فيه. ايضا رفضت توقيع اتفاقيه عنتيبي وانضمت الى الموقف مصر والسودان واريتريا وجنوب السودان. نعم نعم دكتور نادر، تقدم مبادره ابتداء من يوم الاثنين بعد توليها لمحاوله للوساطه الجاده بعكس الوساطه الجنوب افريقيه التي لم تظهر اي جديه او تواصل او محاوله تقريب وجهات النظر. واعتقد انه لو الكونغو جاده فعلا تستطيع ان تقرب من وجهات النظر، وقبل مرور 4 شهور في يوليو قبل قدوم يوليو القادم نستطيع ان نتوافق على نظام ملء وتشغيل وضمان حد ادنى من مياه النيل الازرق تخرج الى مصر والسودان. بنشكرك دكتور نادر نور الدين، استاذ الموارد المائيه بجامعه القاهره ووكيل وزاره التموين سابقا. شرفتنا دكتور نادر.